قضية معمل المعجون اللي بالسماوة، اللي انت قلت لي اليوم انا اكو ثروة بدأنا نفقدها وهذا المعمل انغلق، وشنو شنو شنو ليش انغلق هذا المعمل؟ سبق وان دعت الحكومة المستثمرين للانتاج لبناء معامل في العراق وتشغيل يد العاملة ودعم الصناعات المحلية. 2019 قام احد المستثمرين ببناء معمل انتاج المعجون للتسويق الى وزارة التجارة. كمل الرجل خسر 26 مليار على المعمل وعنده 700 عامل من اهالي السراوه لانتاج المعجون، معجون راقي درجه اولى جدا. وزاره التجاره تستورد المعجون الصيني من الصين ل 400 غرام 1300، هو يبيع 400 غرام ب 800 دينار، ارخص واكفأ ومحلي وجيد. 400 غرام ب 1300 دينار من الصين ب 800 دينار من السماوة. اي ما يشترون وزارة التجارة، ما يقبلون. الرجل سوى اليوم اعلن اغلاق، حاول اغلاق المعمل وتسريح العمال، عفوا حاول اغلاق المعمل وتسريح العمال. ذهبنا انا ووفد من اصدقائنا الى صاحب المعمل وطلبنا من التريث شهر او شهرين، لانه يعني اغلاق المعمل تسريح. اولا شو اسم المعمل يا استاذ هادي؟ المعمل اسمه معمل التكامل العربي، ارزت لك يا فيديوهات، وهم اليوم نزلوا اعلان زين. صاحب المعمل هل المعمل ولكن احنا طلبنا منه التريث، لانه 700 عائله في محافظه السماوه، وهي محافظه فقيره وكسبه واصحاب شهادات، وهو معمل كبير جدا. بغض النظر انا ما اريد اسوي دعايه للمعمل، لكن هل المعمل وزاره التجاره متعاقده معه او ملتزمه معه بان تاخذ منه المنتج؟ هذا اولا. والشيء الثاني، هل منتج المعمل بشهاده منشا مطابق للمواصفات؟ طبعا انا اللي شفته اليوم عند زيارتنا لما حاول اغلاق المعمل، انتاجه مطابق المواصفات لجهاز التغيير في الفرن النوعيه ونوعيه جيده، وكذلك المعمل يعني معمل طبق المواصفات ولديه موافقات صحيه وموافقات من البيئه وموافقات، وانتاجه نوعيه جيده جدا. ولكن المضحك المبكي اللي هو البرنامج الحكومي اللي تدعم حمايه المنتوج المحلي وعدم خروج العمله الى الخارج وتشغيل ايدي العامله، اليوم هو اعلن عن ايقاف المعمل 700 عامل في معمل واحد. فبالتالي ما هي القضيه في شراء المعجون الصيني وعدم شراء المعجون الانتاج المحلي؟ حقيقه احنا اليوم يعني قبل ايام اكملنا مستلزمات استجواب وزير التجاره، عندنا اليوم يعني اكملنا التواقيع، و رئيس مجلس النواب وافق على اكمال يعني استجواب وزير التجاره. شو وقت وافق السيد الرئيس؟ وافق قبل 4 ايام. وافق انه السيد يعني استجواب وزير التجاره لو استضافته، اكو فرق؟ لا، استجواب كان عندنا سابقا في حلقه قادمه تحدثت لك عن موضوع استجواب وزير التجاره. جمعنا تواقيع يوم 8/6/2022، يعني قبل سنة، على لكن المحكمة الاتحادية رفضت الاستجواب لأن المحكمة تصريف الأعمال. حتى أن السوداني كان في هذه الصفحة، السيد محمد الشاعر السوداني كان موقع ويانا في استجواب وزير التجارة عندما كان نائب معنا في قبل سنة تقريبا. زين. وبعد ما شكلت الحكومة من جديد، يعني العفو عفوا أصبحت حكومة كاملة الصلاحية، بدأنا في جمع توقيع مرة ثانية، ويوم 29/12 سلمنا الاستجواب إلى رئيس مجلس النواب، ولكن لم تتم. قمنا بالتأكيد مرة وثانية وثالثة إلى أن صار 8 تأكيدات على رئيس مجلس النواب. وفي الجلسة الأخيرة قبل الجلسة الأخيرة طرحت تساؤلا للسيد رئيس، ايش وقت راح يتم الاستجواب؟ ان شاء الله خلال الايام القادمه يحدد موعد.